السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم على قناة الوفد التعليمية، ومعكم أخوكم الأستاذ أحمد سليمان. هنراجع بإذن الله سبحانه وتعالى، بس هنبدأ نراجع من أول المتجهات، وهحط لك في التعليقات لينك لفيديو بيشرح الجزء اللي هو قبل الايه، قبل المتجهات، وممكن يكون كمان واصل للمتجهات، يعني في فيديو هينزل في التعليقات ده لجزء، واحنا هنكمل من بعده باذن الله سبحانه وتعالى. طيب يلا بينا كده. بسم الله. المتجهات يا جماعه، لو مسكنا درس او موضوع المتجهات مع بعض في مراجعتنا الخاصه بمنهج الفيزياء بتاعنا، اول حاجة كده يا جماعة المتجهات، هو الشيء المتجه زي ما قلنا بنكتب الرمز وبنعمل عليه سهم كده. طيب استاذ ازاي انا بشتغل في المتجهات، او ازاي باوجد المحصلة؟ والله يا جماعة يعني احنا بنجيب المحصلة، لو كان مثلا معايا عربية ومعايا اتنين بيزقوا العربية والاتنين بيزقوا العربية في نفس الايه، في نفس الاتجاه، فالمحصلة بتيجي بالجمع. ولكن لو كان عندي اتنين بيزقوا الايه، بيزقوا العربية، واحد من هنا وواحد من الناحية التانية، فبنقول كده احنا عندنا قوتين في عكس الاتجاه، يبقى المحصلة بتيجي بالطرح. طيب تمام. اما بقى لو ربنا كرمنا وقلنا مثلا ان احنا عندنا قوتين، او عندنا حاجة معينة وحد اثر عليها بقوة في هذا الاتجاه، وحد تاني أثر عليها بقوة في اتجاه تاني بالشكل ده، فنبص نلاقي الحاجة أو الصندوق اللي في النص ده أثرت عليه قوتين متعامدتين، وبالتالي المحصلة هنا هتكون في المنتصف. يعني الصندوق ولا يمشي مع ده ولا مع ده، هيمشي فين؟ هيمشي في المنتصف. وساعتها أنا لو عايز المحصلة يا أولاد بجيبها عن طريق أربع وأجمع تحت الجذر. يعني لو سمينا الراجل ده مثلا اف اكس وده اف واي، فاحنا بنقول اف اكس تربيع زائد اف واي تربيع جوه ايه يا حبيبي؟ جوه الجذر. نجيب المحصله. طيب استاذ انت علمتني اجيب المحصله لثلاث مشاهد زي ما انت شايف على السبوره. طب استاذ هو الاتجاه هنا، والله يا جماعه الاتجاه هنا مع القوتين لما يكونوا في نفس الاتجاه بتاع المحصله، اما اتجاه المحصله هنا هيكون مع القوه الاكبر. يعني لو تخيلنا ان الراجل ده قوته كبيره والراجل ده قوته يا ولاد صغيرة، فالمحصلة هنا هتكون مع القوة الأكبر، يعني هتكون مع هذا الرجل. طيب تمام، أو في هذا الاتجاه. أما يا ولاد لما يكون المتجهين متعامدين، فلما بتيجي تجيب الاتجاه بتجيب الاتجاه إزاي؟ بتجيب الزاوية. مش إحنا قلنا المتجه المحصلة هيمشي في النص، فإحنا بنجيب زاويته على الأفقي ونقول هو يميل على الأفقي بزاوية كذا. يعني لو افترضنا ان هو مثلا مايل على الافقي والافقي في اتجاه الشرق، فبنقول والله الاتجاه يميل على الافقي بزاويه كذا. طالب شاطر يقول لي طب انا اجيب الزاويه ازاي؟ الضلع ده يا حبيبي اسمه ايه؟ اسمه اف واي. طب والضلع ده يا حبيبي اسمه اف اكس. فكنا بنجيب الاتجاه اللي هو الزاويه بتاعتنا من تان سيتا، وكلنا عارفين يا اولاد ان تان الزاويه، ما هي دي بالنسبه لي زاويه قائمه، فاللي قدام القائمة ده بنسميه وتر بره الكلام، أما دي زاويتنا اللي قدامها اسمه مقابل واللي جنبها اسمه مجاور، يبقى تان سيتا بتاعتي هتبقى اف واي على اف اكس، وبكده هنجيب يا ولاد الايه؟ هنجيب الاتجاه بتاعنا. هل يا ولاد ينفع نجيب الاتجاه بتاعنا من ساين الزاوية؟ اه يا أستاذ ينفع. ازاي نجيبه من ساين الزاوية بقى؟ بالراحة. دلوقتي لو انت عايز ساين هتقول ايه بقى؟ مقابل على وتر، يعني هتقول اف واي على الاف المحصله نفسها، صح؟ اما لو انت عايز بقى تشتغل بكوزين الزاويه عشان تجيب الزاويه بتاعتك اللي هي الاتجاه بتاعك، فكوزين قريبه من القلب، يعني بنقول مجاور على وتر. مجاور يا اولاد اللي هو اف اكس على الوتر اللي هو مين؟ اللي هو اف. كده جبنا الاتجاه، وكده اتكلمنا على ثلاث حالات. الحالة يا اولاد اللي هي رقم اربعة واللي مهمة بالنسبة لك، اللي هي الحالة لما يكون عندي قوة مايلة. يعني مثلا انا جاي من السفر يا اولاد وربنا كرمني ومعايا شنطة بجرها،
فوانا بجر الشنطه دي انا باثر بقوه مايله، فوانا باثر بقوه مايله القوه المايله دي بتتحلل لمركبتين. تقدر تقول بالبلدي ان وانا بجر الشنطه بقوه مايله في جزء من قوتي بيجر وجزء من قوتي تاني بيرفع. الجزء اللي بيجر يا اولاد سميناه اف اكس، والجزء اللي رافع الشنطه لفوق هو اسمه اف واي. طب لو حبيت تجيب انت كده معاك القوه المايله ومعاك الزاويه مع الافقي، طب تمام. لو حبيت تجيب اف اكس تجيبها ازاي؟ قال لي هقول اف في كوزين الزاويه وبنسميها المركبه الافقيه. طب لو حبيت تجيب اف واي تضرب الاف اللي هي القوه المايله في ساين الزاويه، في ساين الايه؟ الزاويه. انا ذكرت الزاويه يا اولاد، نركز مع بعض في التركات دي علشان هي اللي ممكن توقعنا في الامتحان. انا الزاويه يا اولاد اللي انا بتكلم عليها سواء هنا او هنا يا اولاد بتكون بين القوه المائله او بين المحصله والافقي، بين القوه المحصله والايه؟ والافقي. طيب يا عم تمام. وبعدين قال لي ده الظاهر في المنهج بتاعه. طب تعالى نتكلم على الخبايا. يعني لو جتني مساله بالشكل ده جاب لي متجهين، بس المتجهين يا جدعان مش في نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه ولا متعامدين، ومثلا ده اسمه ايه وده اسمه بي، وطلب مني اجيب المحصله. طب في الحاله اللي زي دي اجيب المحصله ازاي؟ دول مش في نفس الاتجاه عشان اجمع ولا عكسه عشان اطرح ولا هم متعامدين، فبشتغل بالقانون ده. يبقى المحصله او الاف توتال بتاعت القوتين اللي هي A وB، الاف توتال بتاعتهم هتساوي نفتح جذر كبير ونقول A تربيع زائد B تربيع ناقص A ناقص 2 A في B في كوزين الزاويه. ده امتى؟ لما يكون عايز محصله قوتين مش في نفس الاتجاه ولا في عكس الايه؟ ولا في عكس الاتجاه، ولكن بتكون ولا حتى متعامدين، الزاويه بينهم اقل من 90. اقل من ايه؟ اقل من 90، وعايز المحصله بشتغل بهذا القانون. طيب طالب شاطر يقول لي استاذ انت كده قلت حاله 90 درجه اللي هي بتيجي من فيثاغورس لو كان القوتين متعامدتين، وقلت الحاله بتاعت اقل من 90. طب يا استاذ في حالات او مسائل بتقابلنا بتكون الزاوية أكبر من 90، طب هتعامل إزاي مع السؤال ده عشان يجيب المحصلة؟ تعال نشوف مثال مع بعض، يلا كده ونحسب مع بعض، يلا يلا بينا ونشوف سؤالنا هيقول إيه. يا أولاد أنا لو جيت مثلا قلت لك إن دي أو ده متجه وده متجه تاني. طيب يا أستاذ تمام، وبعدين؟ المتجه ده وده بينهم زاوية ولتكن 150، وقلنا المتجه ده ب 60 والمتجه ده مثلا ب 30. طيب جه هو قال لي بقى ده ب 60 نيوتن مثلا وده ب 30 نيوتن. قام هو طلب مني ان انا اعمل ايه؟ احسب المحصله وكمان اجيب اتجاه الايه؟ اتجاه المحصله. طيب مساله زي دي مش متعامدين ولا حتى اقل من 90، هشغل دماغي. شفت ده هعتبره قوة مائلة وحللها ازاي يا استاذ؟ بسيطة حبيبي اهو، هتعمل لي ضلع هنا وضلع تاني هنا، فيبقى اصبحت دي قوة مائلة تميل على الافقي بزاوية. طب الزاوية دي هتجيبها ازاي؟ بسيطة خالص برضو. سيادتك اسألك سؤال، دي كلها كانت بكام؟ ب 150، خدت منها 90، يتبقى لك كام؟ 60. طب ما دي كلها بكام؟ ب 90، خدت منها 60 يتبقى لك هنا كام؟ 30. يبقى انت كده معاك القوه المايله ومعاك الزاويه. هتحلل بقى القوه المايله دي لمركبه راسيه ومركبه افقيه. بكده كانك مسكت القوه المايله دي رميتها في الزباله وتشتغل معاك الراسيه ومعاك الايه؟ الافقيه. يلا نشوف مع بعض، يلا بينا. لو انت عايز الراسيه اللي هي اف واي، يعني هتجيب اف واي هتضرب، هتضرب مين في مين؟ هتضرب اف في ساين الزاويه طبعا. الاف بتاعت سيادتك بكام؟ ب 30 في ساين الزاويه اللي هو ساين كام؟ ساين 30. طلعت معانا طبعا ب 15،
صح كده؟ طيب يا عم تمام، 15 نيوتن، يبقى سيادتك جبت دي ب 15 نيوتن، كده انت جدع اهو. هات لي بقى دي اللي هي بنقول عليها اف اكس، ودايما يا اولاد هنا اكس وهنا واي. طب ليه؟ كان يعني هنا سين وهنا صاد زي العربي عندنا، اكس بمثابه سين وواي بمثابه صاد. تعال نجيب بقى اف اكس. طب هي اف اكس نضرب اف في ايه يا اولاد؟ في كوزين الزاويه. الاف معانا بكام يا حبايبي؟ الاف معانا اللي هي القوه المائله يعني ب 30، في كوزين الزاويه اللي هو ب 30 هتطلع 15 جذر 3. هتطلع كام؟ 15 جذر ايه؟ جذر 3. طيب جبنا دي طلعت ب 15 جذر 3. طب وبعدين؟ ولا قبلين؟ معلش سامحني، مش انت حللت ده؟ ركز بقى معايا، هتتخيل انك رميت ده في الزباله بعد ما حللته. وبعد ما حللته ارميه في الزباله ليه يا استاذ؟ يلا انت حللته، ما هو طلع لك مركبه افقيه، انا اسف، طلع لك مركبه راسيه ومركبه افقيه، خلاص انت مش في حاجه ليه. اقول لك ارسم لك الرسمه دي على نظافه. ال 60 الغلبانه دي في الاتجاه بتاعها زي ما هي 60 نيوتن يا اولاد. طيب والقوه اللي حللناها في الاتجاه الراسي كانت 15 نيوتن، والقوه اللي كانت هنا بكام؟ ب 15 جذر 3. طيب تمام، القوتين دول عكس بعض، ما دام القوتين دول عكس بعض يبقى هنطرحهم. هنطرح 60 نطرح منها 15 جذر كام؟ جذر 3. تطلع معانا محصلة الاثنين، طلعت معانا محصلة الاثنين اللي هي بكام؟ الانصر بتاعنا طلعت ب 34. طلعت بكام يا جماعه؟ ب 34. طيب هناخد الاتجاه ده، يبقى نتيجة الطرح بتاع الدول اللي هي 4 وايه؟ 34، وهنا دي بكام؟ ب 15. كده عندنا قوتين بقوا متعامدتين. طب نجيب المحصلة ازاي يا استاذ؟ نجيب المحصلة من فيثاغورس، قوتين متعامدتين. طيب نكمل مع بعض. طب دول قوتين متعامدتين، صح؟ طرحنا دول طلعوا لنا 4 وايه؟ و30. ونأكد معلش على الحسبة بتاعت الجزئية طرح دول كده تاني، ونتأكد هل هي 34 ولا لا. وهنا دي ب 15. طيب جبنا قوتين متعامدتين. طب ما دام معايا قوتين متعامدتين، قلت لك من فيثاغورس، يعني هتجيبها اربع واجمع تحت الجذر، يعني هتجيب المحصله 15 تربيع زائد 34 تربيع، ورجاء ما ننساش التربيع. نطلع المحصله تطلع معانا بكام؟ طلعت معانا ب 37. طلعت معانا ب 37 نكتبها. طب طالب شاطر يقول لي ايه؟ استاذ احنا عايزين ربنا يكرمنا ونجيب الاتجاه. نجيب الاتجاه ازاي؟ زي ما علمتك من تاني الزاوية. تاني الزاوية اللي هي مين؟ اف واي على اف اكس. يبقى نجيب الاتجاه يا اولاد تان سيتا، هنقول اف واي على اف اكس زي ما علمتك. اف واي اللي هي بكام؟ ب 15 على الاف اكس اللي هي بكام؟ ب 4 وايه؟ ب 34. طيب خلصنا من الجزئية دي والحمد لله، واتمنى تكون اتعلمت ازاي تتعامل مع النوع ده من المسائل. بعيدا عن، خلاص انت بقى تدوس شيفت تان على الآلة للكلام ده، تطلع الزاوية وخلصت المسألة لحد كده، مش عايزين حسابها عادي، انت هتدوس شيفت تان وتحسبها. طيب بعد يا استاذ ما خلصنا من موضوع المتجهات ولخصناه، هنخش مع بعض على الضرب القياسي والضرب الاتجاهي، وبعدين هناخد مسألة جامعة هتلم ده كله مع بعضه. وفي المسألة هقول لك على تركة مهمة قوي. بص يا أولاد، أنت عندك الضرب اللي هو الإيه؟ القياسي. تعالى كده نتكلم عليه. هو لما أقول لك أنا هضرب المتجه إيه في المتجه بي، هضربهم ضرب قياسي، فتقول لي إيه دوت بي بتساوي إيه بي كوزاين سيتا؟ إيه بي كوزاين سيتا؟ لكن لما أقول لك إني أنا مثلا هعمل ضرب اتجاهي، أو عايز الضرب الاتجاهي لـ A وB، يبقى أنت تقول لي A كروس B، و A كروس B يا أولاد معناها ضرب اتجاهي، ودي هتساوي AB في ساين سيتا في متجه الوحدة اللي هو N. طيب تمام، ملحوظة كده صغننة ومشهورة جدا، متى يتساوى الضرب القياسي مع الضرب الاتجاهي؟ لما يكون المتجهين أو المتجهين الزاوية بينهم بـ 45. طب ليه بـ 45؟ لأن ساين 45 بتساوي كوزاين إيه؟ 45. طب وبعدين؟ بس يا عم هو ده الضرب القياسي. طب يا استاذ انا عايز اسال سؤال، هو المتجه بتاع الايه؟ ان متجه الوحده ده، مش ده المتجه ناتج المحصله بتاعت المتجهين اللي انا بعمل لهم ضرب اتجاهي؟ اه. طب المتجه ده ليه قاعده بنحدد بيها الاتجاه؟
طب القاعدة دي يا أستاذ معلش فكرني بيها، لو قلنا ده A وده B وأنا بضرب مين في مين؟ بضرب A كروس B، يعني بضرب A في B ضرب اتجاهي. لما أجي أضربهم يا أولاد ضرب اتجاهي بيكون لهم محصلة. طب المحصلة هتكون فين؟ والله المحصلة هي هتكون داخل الصفحة هي هتكون خارج الصفحة. طب بنعينها بقاعدة اسمها ايه؟ اسمها قاعدة امبير لليد اليمنى. طب قاعدة امبير لليد اليمنى دي يا ولاد نطبقها ازاي؟ بص يا حبيبي، انت عندك الاربع صوابع دول هتحركهم من المتجه الاول للمتجه الثاني، والابهام اللي هو ده يدل على الاتجاه بتاع المحصلة. انت بتقول ايه كروس بي، يبقى هتحرك صوابعك الاربعة دول من ايه اتجاه بي، يبقى الابهام داخل السبوره، يبقى اقول داخل السبوره ده الاتجاه. لو بتتعامل على الورقات قول داخل الورقه. طيب مثلا ده في الحاله دي هنقول داخل السبوره. طب امال لو كنت بعمل ضرب اتجاهي لبي كروس ايه، ضرب اتجاهي لبي كروس ايه، خلاص يبقى ساعتها هحرك صوابعي الاربعه دول من بي لايه. طب ما هو من بي لايه بينها زاويه صغيره ومن الناحية التانية زاوية كبيرة اللي هي من هنا كده. لا احنا بنتحرك خلال الزاوية الاقل، بنحرك المتجه الاول تجاه المتجه التاني بالاربع صوابع دول من المتجه الاول تجاه المتجه التاني ناحية الزاوية الاقل اللي بينهم اللي هي دي، يبقى كده خارج الايه، خارج الصفحة. دي برضو من الجزئيات اللي مهمة واللي عايزين نتكلم عليها. طب استاذ الدين المسألة اللي حضرتك كنت هتدهاني. ماشي يا عم. بص يا سيدي، بكل بساطة من غير ما نقعد نحكي كتير في المسألة هنرسم وانت هتفهمني كلامي. المسألة بتقول انت عندك قوة مائلة، نجهز مع بعض ونحسب حساباتنا. عندك قوة ايه؟ مائلة، والقوة المائلة دي بستين، وكانت القوة المائلة تميل على الرأس بزاوية كام؟ بزاوية ستين. طيب يا عم تمام، طلب مني اجيب المركبة الافقية اللي هي اسمها اف اكس، وطلب مني اجيب المركبة الرأسية اللي هي اسمها اف واي. وبعد ما طلب دول قال لي، بعد ما طلب اف اكس وطلب مني كمان اف واي، طلب مني كمان ان انا اجيب اف اكس دوت اف واي. يعني ايه اف اكس دوت اف واي؟ يعني الضرب القياسي. طلب مني الضرب الايه؟ القياسي. طيب تعال نحل السؤال ده مع بعض. طبعا سيادتك فاهم ان اف اكس دي سهله تتجاب. ازاي؟ اف اكس بتساوي اف يا اولاد في كوزين الزاويه. طب هي الاف يا اولاد المايله بكام؟ ب 60 في كوزين الزاويه يا اولاد. طب هتاخد انهي زاويه؟ مع الراسي ولا مع الافقي؟ والله يا اولاد انا قلت 100 مره زاويتي باخدها مع الافقي. زاويتي باخدها مع مين؟ في المنهج كله زاويتي باخدها مع الافقي. امال في الضرب القياسي والاتجاهي زاويتي بين المتجهين اللي بعمل لهم ضرب قياسي او ضرب اتجاهي. طب هاخد الزاويه مع الافقي. طب دي كلها يا حبايبي ب 90، منها 60 يتبقى كام؟ يتبقى 30. يبقى القوه 60 والزاويه ب 30 كوزين 30 هتطلع معانا طبعا بكام؟ ب 30 جذر 3. ب 30 كام؟ جذر 3. جبنا دي ب 30 جذر 3 اللي هي اف اكس. تعالى بقى نجيب اف واي. طب هنجيب اف واي ازاي؟ هنضرب اف في ساين الزاويه يا اولاد. طب هي الاف المايله ب 60 في ساين الزاويه اللي هو ساين كام؟ ساين 30. طب هتطلع بكام؟ هتطلع ب 30 صح كده؟ طيب وبعدين معايا دي كمان ب 30 كده، انا حسبت دي. طالب شاطر يقول لي ايه بقى؟ يقول لي يا استاذ يلا بقى نجيب اف اكس دوت اف واي، يعني نجيب الضرب القياسي اف اكس دوت اف واي بتساوي اف اكس في اف واي في كوزين الزاويه اللي بين المتجهين. اف اكس بكام؟ اف اكس يقول لي يا استاذ ب 30 جذر 3 في اف واي. اف واي بكام يا اولاد؟ ب 30 في كوزين الزاويه. العيال تغلط وتقول لك كوزين الزاويه اللي هو كوزين 30. لا يا حبيبي، انت بتجيب ضرب قياسي لمين؟ لاف اكس واف مين؟ واي. طب اف اكس واف واي الزاويه بينهم بكام؟ الزاويه بينهم ب 90. بتاخد الزاويه بين المتجهين في الضرب القياسي والاتجاهي بالله عليك ركز. يبقى الزاويه بينهم ب 90، يبقى هنا اتعوض بكوزين 90. وطبعا زي ما احنا عارفين خلاص نحسب على الاله وخلصت المساله بتاعتنا لحد كده.
يبقى تنبيهنا البسيط اللي عايزين نقوله ان المنهج كله كله من اوله لاخره بتاخد الزاوية مع الافقي، ولو كانت الزاوية مع الرأس زي هنا بتطرح من 90 وتجيبها مع الافقي في المنهج كله. ما عدا يا اولاد في الضرب القياسي والاتجاهي بنشتغل بالزاوية مع مين؟ بين المتجهين، بين الايه؟ مفيش ولا افقي ولا رأس، بتاخد الزاوية بين المتجهين زي ما خدناها بين اف اكس واف واي هنا. طيب يا عمي تمام، خلصنا من الجزئية بتاعت المتجهات والضرب القياسي والاتجاهي. هنخش مع بعض دلوقتي على موضوع السرعة. تعالوا نلخص كده السرعة بالرسم البياني بتاعه ونفهمها فهم تفصيلي ومع بعض كده واحدة واحدة، وان شاء الله تابعونا ممكن يعني في التعليقات او عن طريق صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، الصفحة الرسمية للأستاذ أحمد سليمان. ولو انت محتاج مذكرات المراجعة ممكن نبعتها لك بي دي اف ونساعدك على قد ما نقدر، وبرضو هنسجل أجزاء هتكون خاصة بحل مسائل أكتر. تابعونا برضو على قناتنا على اليوتيوب مستر أحمد سليمان بالعربي. طيب يلا بينا توكلنا على الله، تعالى نتكلم على درس السرعة. درس السرعة ده يا أولاد سألوا جميل من تلت أعدادي، هي السرعة عبارة عن ايه؟ قال لي والله تغير المسافة مع مرور الزمن. طيب تعالى كده ازاي نعبر عن السرعة؟ نعبر عن السرعة بطريقتين، نعبر عنها بالمقدار ونسميها سرعة عددية، نسميها سرعة ايه؟ عددية او قياسية، او نعبر عنها بالمقدار والاتجاه ونسميها سرعة متجهة. طيب تمام، بالنسبة للسرعة يا أولاد اللي هي العددية أو القياسية، فدي بتبقى مسافة على زمن. مسافة على مين؟ على زمن. طب والسرعة المتجهة هتبقى إزاحة على مين؟ على زمن. طب إيه اللي عايزين نقوله بعد كده؟ قال لي والله هنا مسافة على زمن وهنا إزاحة على مين؟ إزاحة على زمن. ده لما أجي أعبر عن السرعة بالطريقتين بتوعها. طب ايه هي انواع السرعة بتاعتك؟ قال لي والله يا استاذ انا عندي من انواع السرعة نوعين، سرعة منتظمة، وده لما يقطع الجسم يعني ازاحات متساوية في ازمنة متساوية، وسرعة غير منتظمة عندما يقطع الجسم مسافات غير متساوية او ازاحات غير متساوية في ازمنة متساوية او العكس. طب تعالى كده نمثل مع بعض السرعة المنتظمة. السرعة المنتظمة يا اولاد بكل بساطة كده لما باجي ارسمها ارسم هنا المسافة وهنا الزمن. طالب جدع محترم كده يقول لي يا استاذ انت رسمت هنا المسافة وهنا الزمن، مين الميل؟ تعال اقول لك ازاي تجيب الميل. بص يا استاذ، هي مش السرعة مسافة على زمن؟ اهو يا استاذ خلاص، الرأسي اسمه الدي اللي هو المسافة، هات الرأس كده يبقى الرأس اللي هو دي بتساوي في في تي. دايما لما بتجيب الرأس في طرف لوحده بتعرف الميل من خلال الأغنية اللي هنقولها، بتقول للي على الرأس انت صادات، بعد ما تجيبه في طرف لوحده تقول للرأس انت صادات، تقول للأفقي انت سينات، تقول للي لازق في السينات انت الميلات، يعني هو الميل. يبقى الميل هو السرعة، يعني ميل الرسمة دي هو السرعة. طيب نكمل مع بعض الرسمة دي يا ولاد، هنا مسافة وهنا زمن، قلنا ميلها هو السرعة، ميلها هو الايه؟ السرعة. طبعا الرسمة دي يا ولاد لو سرعة منتظمة هتلاقي الرسمة طالعة كده. تقوم تجيب الميل ازاي؟ تطمن لو الخط بتاعك طالع من الصفر تختار اي نقطة ركز، وتجيب الصادات بتاعت النقطة دي وتجيب السينات بتاعت النقطة دي وتقسم الصادات على السينات تجيب الميل اللي هو السرعة. يعني لو افترضنا ان النقطة دي اللي انا اخترتها مشينا كده فقابلنا 6 ومشينا هنا على السينات قابلنا 3، يبقى الميل اللي هو السرعة، الميل اللي هو السرعة هنا يبقى الصادات على السينات يعني 6 على 3، يبقى الميل هنا اللي هو السرعة بتساوي 6 على كام يا ولاد؟ على 3 فيها 2. في مشكلة في الكلام ده؟ تجيب. طب نصيحة مني ليك بقى، لو كانت الرسمة زي ما هي كده هنا دي وهنا تي عادي جدا يعني، وبعدين لقيت الخط طالع من هنا يا ولاد بالشكل ده، اوعى بقى تختار نقطة، لان احنا بنختار نقطة لما يكون طالع من الصفر، لان اختيارنا لنقطة كأننا عملنا يعني مثلث، فاشترك معانا واحنا بنطرح هنا الصفر واشترك معانا واحنا بنطرح هنا الصفر، واحنا بنجيب فرق الصادات وفرق الايه
السينات، فبنرتضي بنقطة لما يكون الخط طالع من عند الصفر. لكن لو الخط طالع من عند نقطة بعيدة عن الصفر وانت عايز الميل، تضطر لازم يا ولاد تعمل مثلث وتجيب فرق الصادات وتجيب فرق السينات وتقسم فرق الصادات، تطرح النقطتين دول تجيب فرق الصادات، يعني تقسم فرق الصادات على فرق السينات، تقوم جايب الميل. يعني مثال، مثلا يعني المستر مثلا لو كان مثلا عمل المثلث بتاعه وعمل امتداد كده وكده، فقابل مثلا 8 و4 وهنا مثلا قابل مثلا 2 و4، فالمستر لما يجي يجيب الميل يجيب فرق الصادات، النقطة دي من النقطة دي يعني 8 من الأربعة تديني 4 يا ولاد، وهنا 4 من 2 تديني 2، 4 على 2 يا ولاد فيها ال 2، يبقى كده جبت الميل اللي هو السرعة برضه ب 2. ده لو كانت منتظمة يا جماعة. لكن لو السرعة غير منتظمة بتلاقي الخط، لو هي غير ايه يا ولاد؟ غير منتظمة. الرسم البياني بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى بالشكل ده. هنا مثلا قلنا المسافة وهنا الزمن. سرعة غير منتظمة ما تنتظرش خط مستقيم، تنتظر منحنى. وساعتها ما ينفعش تجيب الميل، ولو حبيت تجيب الميل بتختار النقطة اللي انت عايز تجيب عندها الميل وتعمل عند النقطة مماس. وعلى المماس بقى ربنا يعينك اعمل مثلث وهات فرق الصادات وفرق الايه؟ السينات، واقسم فرق الصادات على فرق السينات. لكن انا لما تكون سرعتي غير منتظمة يعني متغيرة، وحد يجي يقول لي هو انت كنت ماشي على سرعة كام؟ ما بقعدش احكي له قصة حياتي، ما بقعدش اقول له مشينا على سرعة كذا وبعدين سرعة، لا طبعا. انا بجيب متوسط السرعة. طب هو يا استاذ متوسط السرعة ده بنجيبه ازاي؟ بنختار النقطة دي وناخد المسافة الكلية وناخد الزمن الكلي ونقسم المسافة الكلية على الزمن الكلي، نقوم نجيب السرعة المتوسطة. السرعة ليه؟ المتوسطة. طب هي السرعة المتوسطة هتكون مسافة كلية على زمن كلي ولا إزاحة كلية على زمن كلي؟ هنشوف ده مع بعض بس بعد ما نمسح السبورة. سرعتك المتوسطة في منها كم نوع؟ والله يا جماعة السرعة المتوسطة في منها نوعين، سرعة متوسطة عددية، ودي بتبقى مسافة كلية على ايه يا اولاد؟ على زمن كلي. وعندك نوع تاني من السرعة المتوسطة اسمها سرعة متوسطة متجهة، ودي بتكون ازاحة كلية على زمن كلي. طيب تمام، وبعدين كمل بقى معايا كده. خلصنا من السرعة المتوسطة وعرفنا هنجيب السرعة المتوسطة ازاي. بعد موضوع السرعة المتوسطة يبقى احنا كده خلاص قفلنا موضوع السرعة. هتقول لي يا استاذ حل، لا انا منتظر احل لما نوصل لمعادلات الحركة ونبدأ ناخد مسائل مجمعة، لان هو الاصل في الموضوع لما توصل لمعادلات الحركة ويبقى الموضوع كله بقى كامل معاك نبدأ نحل. تعالى نتكلم على العجلة. العجلة يا اخي انا عايز انصحك نصيحة صغيرة. العجلة دي معناها تعجيل. التعجيل معناه تزويد او تنقيص. يبقى لو كانت السرعة بتزيد يبقى في تعجيل، يبقى في عجلة. بتقل يبقى في تعجيل في عجلة. طب لو كانت السرعة ثابتة يعني ولا بتزيد ولا بتقل يبقى ما فيش تعجيل، يبقى ما فيش عجلة، يبقى العجلة بصفر. طيب يبقى العجلة بتيجي لما تعمل زيادة سرعة او نقصان سرعة. طب لو كانت السرعة بتزيد، لو كانت السرعة ايه؟ بتزيد، يبقى العجلة هتحصل وهتبقى عجلة موجبة. ليه؟ لان ساعتها الـ VF هيكون اكبر من الـ VI. ليه؟ ما السرعة النهائية تبقى اكبر لان السرعة بتزيد. اما لو كانت السرعة بتقل، فالسرعة يا ولاد لو بتقل هتبقى العجلة بتاعتك سالبة. وساعتها بقى يا شاطر هيبقى الايه بقى؟ ها؟ الـ VF اقل من الـ VI. الـ VF اقل من الـ VI، عشان كده طلعت العجلة بتاعتك النوع بتاعها سالب. طيب العجلة في منها برضو نوعين، عجلة منتظمة وعجلة غير منتظمة. العجلة المنتظمة طبعا انا لو رسمت يا ولاد هنا سرعة وهنا الزمن، طالب شاطر يقول لي مين الميل؟ جدع نتشعبط في الرأس ونقول له انت مين يا رأسي. لو عملنا المثلث بتاع العجلة اللي هو بيقول ان العجلة هي تغير السرعة بالنسبة للزمن، فهنلاقي نفسنا لو احنا عايزين الدلتا في اللي هي تغير السرعة، انا اسف، لو عايزين العجلة اللي هي
او عايزين الدلتا في جدع مفيش مشكله عادي، هنقول الدلتا في بتساوي اف تي صح كده يا اولاد، احنا جبنا الراس في طرف لوحده، ساعتها هنغني مع بعض ونقول ايه، اللي على الراس هقول له صادات، واللي على الافق هقول له سينات، واللي لازق في السينات انت الميلات، يبقى الميل هنا للمنحنى بتاع السرعه والزمن، الميل هو العجله. طب لو عايزين العجله اتفقنا اتفاقين، اللي لو عايزين العجله اللي هي الميل يعني، اتفقنا ان لو الخط طالع من الصفر هنختار نقطه ونجيب صاداتها يا اولاد ونجيب سيناتها، ونقسم الصادات على السينات نجيب الميل. واتفقنا كمان اتفاق تاني ان لو الخط بتاعنا مش طالع من عند الصفر، طالع من فوق شويه يا اولاد. طب لو طالع من فوق شويه، لو طالع من فوق شويه اتفقنا ان احنا لازم نعمل مثلث، ونيجي على حدود المثلث ده ونعمل ايه، ونعمل امتداد للنقطتين دول ونطرحهم، نجيب فرق الصادات وامتداد للنقطتين دول ونجيب فرق الايه السينات، ونقسم بقى فرق الصادات على فرق الايه السينات، نقوم نجيب الميل، نجيب الميل. كمل معايا بقى، دي لو كانت العجله منتظمه يا اولاد. امال العجله لو كانت غير منتظمه؟ خلاص يا عمنا، العجله بتاعتنا لو كانت هي غير منتظمه، ساعتها بقى الرسمه بتاعتنا مع السرعه والزمن هتبقى منحنى، وزي ما قلت لك المنحنى مش هينفع تعمل عليه مثلث عشان تجيب الميل الا اذا اخترت نقطه وعملت عندها مماس. خلصنا من انواع العجله، وخلصنا من قانون العجله، ووصلنا للجزء المهم بتاعنا اللي هو معادلات الحركه. معادلات الحركه دي يا اولاد هما ثلاث معادلات، ثلاث معادلات بينطبقوا على الجسم اللي بيتحرك في خط مستقيم وليه عجله، لازم يكون عنده الشرطين دول، نبدا نطبق عليه معادلات الحركه الثلاثة. المعادله الاولى يا اولاد بتقول في اف بيساوي في اي زائد اي تي، المعادله الثانيه دي بيساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع، المعادلة التالتة يا اولاد في اف تربيع بيساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. طيب تمام، دول التلات معادلات. طب التلات معادلات دول بالله عليك انت لو داخل تحل وقلت لك هتحل بمعادلات الحركة، اول سؤال هيجي في بالك هحل بانهي معادلة؟ عشان نجاوب على السؤال بتاع هنحل بانهي معادلة، فاحنا هنقول ولا تفكر ولا تحتار، حل بالمخطط الجبار. يلا نشوف المخطط الجبار بتاعنا، هنا في اف وهنا التي وهنا الدي، مخطط جميل ومشهور جدا، وسيادتك هيساعدك هذا المخطط في اختيار المعادلة المناسبة للحل. وهنا ثلاثة، لو انت عايز الفي اف ومعاك الزمن يبقى تشتغل بالمعادلة الاولى، سهلة جدا ايه. طب لو انت عايز المسافة ومعاك الزمن تشتغل بالمعادلة الثانية وهكذا. طيب تعالى نقول مع بعض مسألة صغيرة ونحلها على الجزء ده. قال لك سيارة بتتحرك يا أولاد من السكون، فوصلت سرعتها إلى 20 متر على الثانية بعد كم ثانية؟ بعد 4 ثواني، ثم استخدم قائدها الفرامل حتى توقفت. طلب مني ايه بقى؟ طلب مني احسب المسافة المقطوعة حتى تتوقف مين؟ السيارة، منذ الضغط على الفرامل، يعني من أول ما ضغطنا على الفرامل حتى توقفت السيارة. تعالى كده نقول مع بعض، هي السيارة بدأت من السكون يا ولادي والـ VI بتساوي صفر، فوصلت سرعتها 20 يبقى الـ VF بتساوي 20 في زمن قدره كام يا اولاد؟ في زمن قدره 4 ثواني. 4 ايه؟ ثواني. طيب
وبعدين قام الراجل استخدم قائدها الفرامل. طب وبعد ما استخدم الفرامل حتى توقفت. طب لما استخدم الفرامل فتحركت السيارة بعجلة. ادي لك العجلة برضو. لما يعني استخدم قائدها الفرامل حتى توقفت. وعند الضغط على الفرامل كانت بتتحرك بعجلة تقصيرية يعني تناقصية مقدارها 2 متر على الثانية. دي برضو إضافة معانا في المسألة علشان تساعدنا في الحل. فأول حاجة طلب مننا المسافة المقطوعة. قبل المسافة هنزود مطلوب تاني، هنقول احسب العجلة التي تتحرك بها السيارة، العجلة التي تتحرك بها السيارة قبل الضغط على الفرامل. يلا مع بعض. عايزين العجلة اللي كانت بتتحرك بها السيارة. بسيطة جدا، العجلة مش موجودة في المعادلات، يعني ما بنجيبهاش من المعادلات. لو مش معاك العجلة بتجيبها من قانونها، قانونها اللي هو VF ناقص VI على T. طب يلا هات العجلة الايه بتساوي VF ناقص VI على مين؟ على T. الVF بكام؟ 20 ناقص VI بصفر. قال لك عليها على الزمن بـ4، هتقوم طالعة دي بكام؟ بـ5 متر على الثانية تربيع. ادينا جبنا العجلة قبل الضغط على الفرامل. خش على المرحلة التانية. السيارة لما جينا ندوس على الفرامل كانت وصلت لسرعة كام؟ 20. يبقى السرعة النهائية فيما قبل الفرامل هي ابتدائية لبداية الدوسان على الفرامل، يبقى هقول ان الابتدائية بـ20. وبعدين الراجل اللي في السؤال بيقول لك ان فضلت العربية ماشية حتى توقفت. طب العربية لما تتوقف يبقى الVF بتاعتك بزيرو. وكمان الراجل طيب او اضاف لنا اللي انا قلته في الاخر، ان بعد ما دوسنا على الفرامل كانت بتتحرك بعجلة تقصيرية 2 متر على الثانية تربيع. يعني العجلة معنى كلمة تقصيرية انها سالبة، سالب 2 متر على الثانية تربيع. عايز المسافة، عايز الايه؟ عايز المسافة. طب نجيب المسافة ازاي؟ من المعادلة التالتة. طيب نكمل مع بعض. يعني انت يا استاذ قلت ان لما داس على الفرامل كانت سرعته بـ20، لان سرعته النهائية قبل الفرامل هنعتبرها ابتدائية لبداية الدوسان على الفرامل، يبقى الفي اي بكام؟ بـ20. طيب وضغطنا على الفرامل حتى توقفت، وقلنا العجلة هتبقى سالب 2 لان اتحرك بعجلة تناقصية بعد ما ضغطنا على الفرامل. عايزين مين؟ قال لك عايزين المسافة المقطوعة حتى تتوقف السيارة منذ الضغط على الفرامل، يعني من أول ما دوسنا على الفرامل حتى تتوقف يعني. طب أشتغل بأنهي معادلة؟ أسأل نفسي سؤال، أنا عايز الـ D ومعايا الـ VF بصفر أهي، يبقى أشتغل بالمعادلة الثالثة. المعادلة الثالثة يا أولاد بتقول إيه؟ VF تربيع بيساوي VI تربيع زائد 2 AD. طب يلا بينا. VF تربيع بصفر، شكرا لحضرتك. VI تربيع 20 تربيع، اللي هي بكام على طول؟ صفرين ينزلوا وادي الاربعة، زائد 2 في العجلة بالسالب، طبعا سالب 2 في الدي، احنا عايزين الدي. طب ايه رأيك نودي الـ400 الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى سالب 400، ونضرب 2 في سالب 2 يديني سالب 4 وتتضرب في الدي، ونطير طبعا السالب يا ولاد مع السالب، ونجيب الدي نقسم 400 على كام؟ على الاربعة، تطلع بمية، بمية متر. في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى دي بتساوي 100 متر. اللي عايزينه تاني، قال لي يا أستاذ دي نوعية المسائل اللي ممكن تقابلنا واللي ممكن نتعرض لها. معانا مسألة يا جماعة جميلة قوي، والناس بيعتبروها من المسائل الصعبة. تعالى كده نشوف المسألة دي مع بعض، أوصفها لك ونشوفها مع بعض. يلا بينا، بسم الله توكلنا على الله. المسألة دي يا حبايبي بتقول لك انت عندك شخصين ماشيين، واحد شخص ماشي وده ماشي في هذا الاتجاه، وشخص تاني الناحية التانية يا حبايبي وماشي برضو في الاتجاه ده، يمثل شخصان A و B. بفرض ان ده اسمه بي مثلا وده اسمه ايه، زي المسألة ما بتقول. المسافة بينهم، البعد بينهما 100 متر، يعني المسافة بينهم كده
100 متر بين الشخصين دول. طيب تمام. فإذا تحرك كل منهما نحو متجه نحو الآخر بحيث تحرك الشخص A بسرعة منتظمة 2، يبقى الشخص A مشي بسرعة كام؟ 2 متر على الثانية حبيبي حبيبي، سرعة منتظمة. سرعة إيه؟ منتظمة. وبدأ الشخص B التحرك من السكون، يبقى الشخص B بدأ من VI بتساوي 0. وبعدين بعجلة منتظمة، العجلة بتاعته مقدارها نص متر على الثانية تربيع. طيب تمام، ده الشخص B. فإن الشخصان يلتقيان بعد، ومديني اختيارات كلها بالثواني. يبقى هو يقصد يلتقيان بعد كام ثانية؟ بعد ايه؟ كام ثانية؟ حبايب الشطار الأذكياء، ولنفرض يعني ان هما يا عم اتقابلوا هنا. فلو اتقابلوا هنا فده هيبقى قطع مسافة، وده هيبقى قطع مسافة، ومجموع المسافتين هي المية. خليك معايا للآخر بقى. طيب عايزين نجيب المسافة اللي مشيها الجدع بتاع B، ونجيب المسافة اللي مشيها الجدع بتاع A، ولو جمعنا المسافتين زي ما قلت لك هنجيب المية. طيب ازاي نجيب المسافة اللي هيقطعها الجدع A؟ قال لك بسيطة، هي السرعة مش بتساوي مسافة على زمن؟ يبقى المسافة سرعة في زمن. يبقى المسافة يا ولاد بتساوي السرعة اللي هي باتنين في الزمن اللي احنا عايزينه. خلي بالك هو طالب الزمن اللي هياخدوه حتى يلتقيان او لحد ما يتقابلوا. طب امال هنا ازاي هنجيب المسافة اللي هياخدها الجدع اللي اسمه بي؟ قال لك بسيطة، دلوقتي احنا ممكن نشتغل بالمعادلة التانية فنجيب المسافة، وكده كده احنا يعني عايزين الزمن خلاص. يبقى المسافة بتاعت الراجل ده هنجيبها من المعادلة التانية اللي هي دي بيساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع. طب الدي عايزينها، الدي اللي مشيها الجدع بي، الدي بتاعت الجدع بي دي عايزينها. طبعا احنا جبنا المسافة بتاعت الجدع ايه، الدي عايزينها. طب والفي اي قلنا بصفر، هو بدأ من السكون، يساوي هيتبقى لنا نص في الايه يا ولاد، في الايه اللي هي بكام؟ بنص. صحيح، ما هو مديها لنا، نعوض عنها بنص في التي تربيع يا حبايبي. طب لو انت ناصح يبقى الدي بتاعت الجدع اللي اسمه بي المسافة بتاعته هتبقى نص في نص اللي هو ربع، يعني 25% تي تربيع. احنا متفقين من الاول ان بعد ما نجيب المسافة بتاعت ايه والمسافة بتاعت بي ونجمع الاتنين يدوني 100، يبقى المسافة الكلية اللي هي 100 يعني هتبقى مجموع مسافة ايه الشخص ايه زائد مسافة الشخص بي. المسافة الكلية ب100 يا ولاد، المسافة بتاعت الشخص ايه ب2 تي، اما المسافة بتاعت الشخص بي هي عبارة عن 25% تي تربيع. طيب وبعدين ولا قبلين؟ بص يا استاذ يا محترم، سيادتك هتدخل المية جوه بإشارة مخالفة، ويبقى عندك معادلة وتدخلها على الآلة وتحسب الزمن. طيب تمام، يلا 25% تي تربيع زائد 2 تي، وانت متفق معايا ان المية دخلت جوه بقت سالب 100، وبقى الكلام ده كله يا ولاد بيساوي كام؟ سالب 100، والكلام ده كله سويناه بالصفر. دي تدخل على الآلة ازاي؟ لو سيادتك معاك الآلة الفض دي، فسيادتك بتدخلها على الآلة، تدوس مود وإيكوينشن أيا كان نوع الآلة بتاعتك، وتختار المعادلة اللي هي الايه التربيعية اللي هي رقم 3، اللي هي رقم كام؟ 3، وتدخل على الآلة 0.25 في التي تربيع ندوس يساوي، وبعدين 2 يساوي، وبعدين سالب 100 يساوي، وبعدين يساوي، نطلع الزمن بتاعنا اللي هيطلع ب 16.3. يبقى تاني يا حبايبي بعد ما تعمل الكلام ده او توصل للمعادله دي هتجيب الزمن عن طريق انك تدخل على الاله، وهتدخل على الاله. طبعا انتوا ناس شطار في الرياضه وزي الفل، هتدوس مود ايا كان نوع الاله، وبعدين تختار ايكوينشن اللي هي رقم 5، وتختار المعادله اللي هي رقم 3.
اللي هي رقم كام؟ 3 وتدخل 25 من 100 يساوي 2 يساوي سالب 100 يساوي يساوي تقوم تطلع الناتج ان شاء الله. طيب خلصنا من الجزئيه دي والحمد لله وطلع معانا زي ما قلنا 16 وايه و2 من 10 ثانيه. طيب يا استاذ وبعدين؟ بعد ما خلصنا من الجزء ده عايزين نتكلم مع بعض عن موضوع شيق وجميل جدا، اللي هو لما يا ربنا يكرمك كده وتلاقيه جايب لك معادله، وبعدين المعادله دي تلاقيها يعني ايه تشبه حاجه من المعادلات دي، فالمعادله اللي بيديها لك احيانا بيكون فيها جذر، واحنا قلنا كتير عشان تطير الجذر ربع الطرفين عشان تطير الجذر. تعال ناخد مع بعض مساله من انا بكلمك عليهم اللي هي لما يدي لسيادتك معادله. طيب نكتبها فين؟ نكتبها في الجزء ده على قدر المستطاع. لما يدي لك معادله مثلا لو ادالك قال لك في اف بيساوي 2 وجوه الجذر قال لك ان هنا في كام؟ في 4 4 وبعدين زائد 6 دي زائد 6 دي. طيب تعال نحل، وهيطلب منك حاجات كتير طبعا. هيطلب منك ايه بقى؟ هيطلب منك سرعه ابتدائيه، وهيطلب منك طبعا عجله، وهيطلب منك مسافه مقطوعه بعد 5 ثواني مثلا، عايز الدي بعد زمن قدره 5 ثواني. تعال نشوف الكلام ده هنحله ازاي. اول حاجه امسك المعادله الجميله بتاعتي، وبعدين يا استاذ اقوم اكتب المعادله، ولو فيها جذر اخلص منه واربع الطرفين، وبعدين اشوفها شبه مين وقارن المعادلتين ببعض. استاذ ما بعرفش اقارن، هنحله وهعلمك ازاي تقارن. يلا بينا. في جذر يا اولاد يبقى نربع الطرفين، الفي اف لما ربعها يبقى في اف تربيع، الاثنين لما ربعها تبقى 4، والجذر لما يتربع يطير نستقبل اللي جوه الجذر جوه قوس 4 زائد 6 دي. طب وبعدين الفي اف تربيع يا اولاد تنزل زي ما هي 4 في 4، نضرب ال 4 طبعا في القوس كله ب 16 زائد 4 في 6 24 دي. طيب وبعدين خلاص بقى المعادلة دي شبه مين في المعادلات الثلاثة؟ المعادلة دي يا أستاذ بتشبه المعادلة الثالثة، عشان بدأت ب في اف تربيع وانتهت ب دي، يبقى نيجي تحتها وننزل المعادلة الثالثة، في اف تربيع يساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. طب تمام، ازاي نقارن بقى؟ قال لي المقارنة ان انا اشوف كل حاجة والحاجة اللي تحتها، يعني في اف تربيع قصاد الفي اف تربيع، واللي يساوي قصاد اللي يساوي، وال16 اللي هي في اي تربيع، والزائد قصاد الزائد، والاثنين وال24 قصاد الاثنين ايه، والدي قصاد مين يا اولاد؟ قصاد الدي. طب 16 تقابل في اي تربيع، يبقى الفي اي بس ناخد جذر ال16 اللي هي كام؟ 4 4 متر على الثانيه. طب 24 تقابل 2 ايه، يبقى ال 24 بتساوي 2 ايه، يبقى الايه هتساوي 24 على 2 فيها ال 12 متر على الثانيه تربيع. كده جبنا الاساسيات، نقدر بقى لو طلب مننا اي حاجه تاني غير الاساسيات اللي هي الفي اي والايه نقدر نجيبها زي المطلوب اللي هو رقم 3 اللي هو الدي. هنشوف هنجيبه ازاي مع بعض. طيب نكمل مع بعض. طب انت هنا بقى عايز مين؟ قال لي يا استاذ انا عايز الدي ومعايا الزمن 5 ثواني. طب اشتغل بأنهي معادلة؟ أنا عايز الدي ومعايا التي. لو رجعت للمخطط عذرا، يعني لو رجعت أنت الفيديو بتاعك ورا شوية، المخطط اللي كنا حاطينه هنا أهو، المخطط ده بيقول لو عايز الدي ومعايا التي يبقى معادلة تانية يا ولاد. المعادلة التانية بتقول الدي بيساوي في أي تي زائد نص أي تي تربيع يا ولاد. طب هي الفي أي بكام؟ الفي أي أنا لسه جايبها يا جماعة أهي بأربعة في الزمن، قال لي 5 زائد تنزل نص ينزل العجله لسه جايبها ب 12 في التي تربيع. التي تربيع اللي هو الزمن، والزمن قال لي 5، والخمسه لما ربعها تديني 25. لما احسب حسبتي الجميله دي ابقى جبت المسافه. اعزائي الطلاب دي معادلات الحركه، ومن خلال معادلات الحركه بتشتغل بنفس المنطق اللي انا حليت لك بيه الاسئله. ولكن لو سيادتك حابب تتعامل بقى مع الدرس اللي بعد كده اللي هو السقوط الحر، فبرضه هتشتغل بمعادلات الحركة مع استبدال العجلة العادية بعجلة الجاذبية الأرضية. بسم الله. السقوط
الحر. السقوط الحر ده يا أولاد لما يكون عندك جسم بيسقط من أعلى مبنى. وبعدين الجسم ده لما يسقط وهو نازل سرعته يا أولاد هتقعد تزيد. هتزيد بمقدار 10 متر على الثانية كل ثانية. وملخص الكلام اللي أنا قلته ده بيسموه عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي 10 متر على الثانية تربيع. وفي رواية أخرى بيقولوا عليها 9.8. لو جيت ترسم رسم بياني للجسم اللي بيسقط هتلاقي ان دي سرعته وده زمنه. سرعته بصفر، لان لما اقول لك سقط يبقى الفي اي بصفر. وتقعد السرعه مع الزمن تزيد تزيد تزيد. قد ايه تزيد؟ كل ثانيه 10 متر على الثانيه. امال لو انت بقى معاك جسم والجسم ده انت قذفته لاعلى، لو قذفت الجسم ده بسرعة مثلا 40 وهو طالع سرعته تقعد تقل تقل تقل. أول ثانية تقل تبقى 30، وبعدين تاني ثانية تبقى 20، وبعدين تبقى 10، وبعدين السرعة تقل تبقى 0، وبعدين الجسم ينزل تاني. نرسم المشهد بتاع نزوله وهو نازل سرعته برضه هتقعد تزيد. أول ثانية تبقى 10، ما هو بقت 0. بعدين وهو نازل بقى مع الجاذبية السرعة تزيد 10، وهنا 20، وهنا ايه 30، وهنا يبقى 40. طبعا احنا عارفين ان زمن الصعود يساوي زمن الهبوط، وعارفين ان سرعة الجسم عند اي نقطة اثناء الصعود تساوي سرعة الجسم عند نفس النقطة اثناء الهبوط. طيب يا استاذ تمام، لو جينا يا اولاد نرسم رسم بياني للمشهد اللي انا عامله ده هنلاقي ان الجسم بدا من سرعه كبيره اللي هي 40، وفضلت سرعته تقل 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 لحد ما سرعته بقت بصفر. وبعد ما قلت قلت وهو طالع لحد ما بقت صفر بدا ينزل ورجعت تزيد. بدا ينزل ورجعت ورجعت تزيد 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 وهكذا. فقلنا زمن الصعود مثلا بكام؟ ادي ثانية 2 3 4، يبقى زمن الصعود خد 4 ثواني. طب ما الهبوط يساوي الصعود، طب ما ده خد 4 ثواني، يبقى الهبوط ياخد 4 تاني على 4 يبقوا 8. 4 على 4 يبقوا كام؟ 8. يبقى ده المشهد بتاع الجسم اللي بيقذف لأعلى ثم يعود. عشان يقذف لأعلى ثم يعود هتاخد زمن صعود وزمن هبوط، وعشان تجيب الزمن الكلي هتجمع الاتنين مع بعض. المشهد ده يا ولاد اللي هو سرعته كبيرة وبتقل ده وهو طالع، يبقى ده أثناء الصعود يا ولاد. طب هنا السرعة بصفر وقعدت تزيد لحد ما توصل لسالب 40. طالب يقول لي ده انت معبر بالسالب عشان لما نزل او هبط رجع في عكس الاتجاه. هو في الاول طلع لاعلى وبعدين نزل فرجع في عكس الاتجاه، فالسرعه هنا بالسالب عادي جدا يعني. طيب تمام، يبقى ده مشهد صعود لما كانت السرعه بتقل، وده مشهد ايه يا اولاد؟ الهبوط لما كانت السرعه عماله ايه بتزيد من الصفر لحد ما توصل ل 40. يبقى ده مشهد الهبوط. طيب استاذ عايزين نقول او نتعامل مع الجزء ده ازاي؟ بمعادلات الحركه. كم معادله؟ 3. في اف بيساوي في اي زائد بدل الايه العاديه هتشتغل بعجله الجاذبيه الارضيه يبقى جي تي. والمعادله الثانيه الدي بيساوي في اي تي زائد نص زائد نص ايه جي تي تربيع. والمعادله الثالثه في اف تربيع بيساوي في اي تربيع زائد 2 جي دي. طيب دول كم معادله يا عم؟ قال لي الثلاث معادلات هشتغل بيهم عادي جدا زي الدرس اللي قبله. طب تعالى ناخد سؤال. السؤال ده نشرحه لك بسرعه. بيقول لك شخص واقف على مبنى واسقط حجر، وشخص تاني كان واقف في شباك مطلع جسمه
والجدع ده بينشن على دماغه عشان ايه؟ يقطعه. فالمهم الشخص ده اللي باصص من الشباك كان على ارتفاع 5 متر من سطح الارض، والحجر سقط يبقى الفي اي بصفر، والحجر على ما وصل للراجل ده او مر امام الشخص ده الحجر خد زمن قدره 4 ثواني. نحسب مع بعض ونشتغل يلا في المسألة. خد 4 ايه؟ 4 ثواني. طب وصل للشخص بعد سرعة كام؟ ده أول مطلوب. والمطلوب الثاني عايزين ارتفاع المبنى، عايزين ارتفاع المبنى، عايزين نجيب الفي اف يا ولاد. وعجلة الجاذبية الأرضية في المسألة بتساوي 10 متر على الثانية لكل تربيع. طبعا بالموجب ليه؟ عشان الجسم هنا يسقط مع الجاذبية يبقى بالموجب. يا لكن في حالة قذف طبعا كلنا عارفين ان لما بيقذف لأعلى بيتحرك عكس الجاذبية، السرعة بتقل والعجلة بتبقى سالبة. طيب قلنا ايه يا عم الحاج؟ يا استاذ انا عايز السرعة لحظة مرور الحجر امام الشخص. طب هو وصل بعد كام ثانية؟ بعد 4 ثواني. ما دام وصل بعد 4 ثواني يبقى السرعة ب40 وانت مغمض. عرفتها من فين؟ مش هو 4 ثواني وكل ثانية بيزيد 10 يبقى ب40. او تجيبها بالمعادلة الاولى طبقا للمخطط الجبار، هنا في اف وهنا تي وهنا دي، ادي 1 وادي 2 وادي 3. انت عايز الفي اف ومعاك التي يبقى تشتغل بالمعادله الاولى. يبقى ممكن نقول ب40 على طول بالفهلوه، او نجيبها بالمعادله الاولى في اف بيساوي في اي زائد جي تي. الفي اي بصفر عشان سقط، لكن الجي ب 10 في الزمن تربيع. جي تي بس مفيش تربيع. طيب التي ب 4، 10 في 4 يديني 40 متر على الثانيه يا اولاد. اديني جبت السرعه لحظه مرور الحجر امام الشخص. طب وبعدين عايزين ارتفاع المبنى، بسيطه نجيب المسافه اللي هياخدها الحجر من اول ما يسقط لحد ما يمر امام الشخص. والمسافه دي بعد ما نجيبها نجمع عليها الخمسة متر دول نبقى جبنا ارتفاع المبنى كله. يلا نجيب المسافه، هنجيبها من اي معادله؟ عايزين الدي ومعانا التي، عايزين الدي ومعانا التي. يبقى نشتغل بالمعادله الثانيه. المعادله الثانيه اللي بتقول الدي بيساوي في اي تي زائد نص جي تي تربيع، صح؟ الفي اي بصفر، صفر في اي حاجه بصفر، والنص ينزل والعجله ب 10، والتي تربيع اللي هي 4، ولما اربعها هتديني 16، هو الزمن اللي خده ب 4، ولما اربع الاربعه يديني 16، نص ال 16 8 في 10 يديني 80، يبقى 80 متر. طيب الدي طلعت ب 80 اللي هي الحته دي من اول ما نزل لحد ما مر امام الشخص، نجمع عليها الخمسه نبقى جبنا ارتفاع المبنى. طب هو ارتفاع المبنى بيساوي كام؟ 80 زائد 5 يديني 85 يا ولاد. يديني كام؟ يديني 85. طيب تمام كده خلصنا من الجزء بتاع السقوط الحر. ولكن في مسألة مهمة قوي حابين نتكلم عليها، ويا رب بس الوقت يسعفنا وربنا يكرمنا ونتكلم على الجزء ده ونخش على المقذوفات. نخش على المقذوفات ونأجل الحل مثلا للآخر، بحيث ان احنا عشان الوقت لو ما كفاش يعني نبقى احنا ايه عملنا اللي علينا برضو على قدر المستطاع. تعالى كده نشوف مع بعض. بسم الله. بسم الله. بص يا استاذ يا محترم، سيادتك في المقذوفات انت بتتعامل مع قذيفه مايله، والقذيفه المايله دي يا اولاد ما بتمشيش افقي بس ولا راسي بس، زي القوه المايله. انت لما كان عندك قوه مايله كنت بتحللها لمركبتين، مركبه افقيه ومركبه راسيه. برضو القذيفه لما تبقى مايله، القذيفه لما تطلع من مدفع او من بندقيه وتكون القذيفه مايله، فبتمشي في الاتجاهين، في الاتجاه الافقي وفي الاتجاه الراسي. في الاتجاه الافقي المسافه الافقيه دي اللي بتقطعها القذيفه نسميها ار، والمسافه الراسيه دي نسميها اتش. طب وبعدين يا استاذ؟ دي نسميها ار ودي نسميها اتش. طب وهو طالع السرعه عماله تقل عشان عكس الجاذبيه يبقى العجله بالسالب، ونسمي الزمن زمن الصعود. وعند اقصى ارتفاع بيكون سرعتك في الاتجاه الراسي
بصفر، الفي اف واي بتاعتك في الاتجاه الرأسي بصفر، وانت نازل السرعه تزيد وعجلتك هتبقى موجبه. طيب ولما نيجي نتكلم على الجزء ده هنتكلم على عيله الافقي اللي هم عيله الاكس، وعيله الراسي اللي هم عيله واي. طب ليه؟ لان احنا قلنا الجسم بيتحرك في الاتجاهين، في الاتجاه الافقي وفي الاتجاه الراسي. طيب كمل بقى معايا. يبقى ده الجزء اللي احنا هنتكلم عليه. طب انا بتحرك افقي وراسي في المخزوفات، وانا بتحرك افقي مفيش حاجه تسرعني او تبطئني، فسرعتي ثابته، وما دامت سرعتي ثابته يبقى ما عنديش عجله، عجلتي بصفر، ودي مشكله كبيره. بتخلينا نقول على الافقي فقراء، لان ما دام ما عندهمش عجله يبقى ما عندهمش معادلات حركه. بس احنا ممكن نجيب السرعه الابتدائيه ناخدها نحللها، نجيب لها مركبه افقيه في اي عند الاكس يعني. طب في اي اكس دي هتجيبها ازاي؟ قال لي في اي اكس هتساوي المسافه اللي هي الار، المسافه الكليه او الافقيه، على الزمن اللي هو الزمن صعود ولا هبوط؟ لا الزمن كلي. زمن كلي ده بيسموه 2 تي مش تي واحده، اللي هو زمن التحليق. زمن الايه؟ يبقى ار على تي. طيب يا عم تمام. وبعدين يا استاذ؟ لو انت عايز بقى الار اللي هو المدى الافقي تعمل طرفين فيه وسطين، يبقى في اي اكس في تي، في اي اكس في تي. اما الراسي فدول اغنياء يا جماعه. اغنياء يعني ايه؟ يعني وانت طالع لاعلى هتكون عكس الجاذبيه سرعتك تقل، وانت نازل ها مع الجاذبيه سرعتك تزيد. ما دام السرعه بتزيد وتقل يبقى عندك عجله اسمها عجله الجاذبيه الارضيه. وما دام معاك عجله الجاذبيه الارضيه يبقى يطبق عليك معادلات الحركه. بس السرعه الابتدائيه ما دامت مايله يبقى ممكن نعمل لها مركبه راسيه في اي واي. طب هي الفي اي واي دي بنجيبها ازاي؟ نضرب الفي اي نفسها في ساين الزاويه. وقلنا الراسي بيطبق عليه معادلات الحركه الثلاثه اللي هما في اف بيساوي في اف واي طبعا، لاني لما هطبق المعادلات هطبقها على الراسي، فهنا بيكون دقه اكثر والدخول في التفاصيل اكثر. بنقول في اف واي بيساوي في اي واي زائد جي تي. طيب المعادله الثانيه برضو نطبقها، الدي بيساوي في اي واي تي زائد نص جي تي تربيع. طب المعادله الثالثه في اف تربيع، في اف واي تربيع بيساوي في اي واي تربيع زائد 2 جي دي. دول الثلاث معادلات بتوعنا. طيب يا استاذ تمام، الثلاث معادلات بتوعنا دول نستخدمهم في حاله الراس بس. في قانونين مهمين مفيش وقت للاستنتاج فهنقولهم على طول. القانونين دول استنتجناهم لما كان الجسم يصعد لاعلى، واستنتجناهم لما كانت الفي اف واي بصفر، واستنتجناهم لما كانت العجله سالبه. القانون الاولاني اللي هو زمن الصعود، او تقدر تقول زمن الهبوط. زمن الصعود بيساوي سالب في اي واي على الجي. على مين؟ على الجي. طيب ده زمن الايه؟ الصعود او زمن الهبوط. امال لو ضربنا القانون ده في 2 نجيب زمن التحليق، هيبقى ايه بقى؟ سالب 2 في اي واي على الجي. طيب يا استاذ تمام، وبعدين ده القانون يعتبر الاولاني، لان هما الاثنين يعتبروا قانون واحد، صعود وهبوط هتشيل الاثنين. تحليق يبقى عندك بدل التي، تي طالع وتي نازل، فانت بتضرب في 2 عشان التحليق اللي هو الصعود والهبوط مع بعض يعني. في قانون تاني مهم بقى بالنسبه لنا بنشتغل بيه برضو لما يكون الجسم طالع والفي اف بصفر والعجله سالبه. القانون التاني اللي هو الاتش، اللي هو اقصى ارتفاع، اقصى ايه؟ ارتفاع راسي. واقصى ارتفاع ده يا اولاد بيساوي سالب في اي واي تربيع على الاتنين جي. ما تنساش ده لما يكون الجسم طالع، لكن لو الجسم نازل ما ينفعش تستخدم القانون ده ولا ده. هقول تاني، لان القانون ده وده تم استنتاجهم والجسم طالع والعجله سالبه والفي اف بصفر، لكن وهو نازل بتكون العجله موجبه والسرعه بتزيد والفي اف بتكبر كل ما ده بتكبر، فما ينفعش نستخدم دول لو كان الجسم نازل، لكن دول يتم استخدامه لو كان الجسم ايه؟ طالع. طيب يا عم تمام، هناخد مع بعض سؤال علشان برضو
احنا زي ما قلنا مش ضامنين وقتنا عامل ازاي. يا ولاد انت عندك مدفع، والمدفع ده انت حطه على مبنى وبتنشن من المدفع على مركب، والمركب اللي سيادتك بتنشن عليها بالشكل ده، فالمسافة من قاعدة المبنى للمركب 1000 متر. يبقى الألف متر بالنسبة لك هي الار او هي المدى الافقي اللي هتاخده القذيفة. طيب يا استاذ تمام مفيش مشكلة، افضل ان احنا نوسع لنفسنا ونرسم رسمتنا كده في الجزء ده، علشان لو الجزء ده مش باين بالنسبة لنا ولا حاجة يعني. طيب بسم الله، طب حبايبي يلا معلش يعني هننقل اللي احنا قلناه هناك هننقله هنا. قلنا ده المدفع بتاعنا، وقلنا ان دي القذيفة، وقلنا ان هنا في المركب بتاعنا اللي احنا بنشن عليه، وقلنا ان المسافة دي بكام؟ بألف متر، وهنقول ان دي بمتين متر اللي هي ارتفاع الايه يا اولاد؟ ارتفاع المبنى. طيب كمل معايا بقى، قال لك عايزين السرعة التي اطلقت بها القذيفة، يعني كل المعلومات معاك والعجلة كده كده ب10، وعايزين السرعة التي اطلقت بها القذيفة. لو انت شاطر ركز معايا وتعالى نفهم السؤال ده حلو قوي. يا ولاد القذيفة لما اطلقت كانت مائلة ولا عدلة؟ يعني انت لو بصيت على الماسورة بتاعت المدفع هتلاقي ماسورة المدفع افقي مش مائلة، وبالتالي كل تأثير القذيفة هيمشي افقي. يعني الفي اي هيبقى كل تأثيرها في اتجاه اكس، هتساوي الفي اي اكس يعني. الاتجاه الرأسي بصفر، لأن القذيفة لم تميل ناحية الرأسي عشان تتحرك رأسي، ولكن هي كانت أفقية. ما دام أفقية يبقى كل تأثيرها أفقي. أو بمنطق آخر اللي هو منطق الحسابات، مش الماسورة بتاعت المدفع أفقية والزاوية بنجيبها مع الأفقي، يبقى كده الزاوية بتاعتنا بصفر. وما دام الزاوية بتاعتنا بصفر، لو جينا نجيب الفي اي واي اللي هي الاتجاه الرأسي او المركبه في الاتجاه الراسي، في اي واي هنجيبها تبقى في اي في ساين الزاويه، وساين صفر يا اولاد بصفر فيطلعها كلها بصفر، يبقى كده الفي اي كمان بصفر. لكن الفي اي اكس بتساوي، يعني السرعه في الاتجاه الافقي طبعا بتساوي في اي في كوزاين الزاويه، كوزاين صفر بواحد، يبقى كوزاين صفر بواحد الواحد ده ملوش لازمه في الحسابات، فيصبح الفي اي تساوي الفي اي اكس زي ما انا فهمتك فوق. الفي اي تساوي الفي اي اكس، يعني السرعه الابتدائيه اللي هي مطلوبه هي هيها السرعه في الاتجاه الافقي. طب وانا هجيب ازاي السرعه في الاتجاه الافقي؟ لو انت شاطر ومركز معايا في اللي انا بقوله هتلاقي ان في اي اكس اهي اللي انت عايزها، ما هي في اي اكس هي الفي اي اللي انت طالبها، بتساوي ار على تي. ولو انت جدع فعلا وفاهم هتعرف ان دي الار اللي هي الالف متر دي اللي هي المسافة الافقية اللي هتقطعها القذيفة. يعني في اي اكس بتساوي ار على مين؟ ار على تي. الار بقى معاك، الار مالها؟ معاك بالف، ولكن التي مش معاك. طب تجيب التي من فين؟ اوعى تغلط وتستخدم ده. ليه؟ لان احنا قلنا يا اولاد القوانين دي محظور استخدامها الا لما يكون الجسم صاعد بس، لكن هنا الجسم نازل مع الجاذبية والسرعة بتزيد. القوانين دي تم استنتاجها لما كانت الفي اف بصفر، وهنا السرعه بتزيد يعني الفي اف كبيره مش بصفر، فما ينفعش نستخدم دول. طب امال اجيب التي ازاي عشان اقول ار على تي واجيب الفي اي اكس؟ قال لك تجيب التي من المعادله الثانيه. اشمعنى؟ عشان المعادله الثانيه انت بتعرف تطبق المعادلات على الراسي، وانت معاك المسافه الراسيه ب 200 يبقى معاك المسافه وعايز مين؟ معاك المسافه وعايز الزمن، يبقى تشتغل بالمعادله الثانيه. المعادلة التانية نجيب منها الزمن يا ولاد، يلا الدي بيساوي في اي تي زائد نص جي تي تربيع. يا ولاد الدي ب 200 صح، ارتفاع الراسي صح، والفي اي واي قلنا بصفر، صفر في اي حاجة، السرعة في الابتدائية في الاتجاه الراسي قلنا بصفر، صفر في اي حاجة يديني صفر، النص ينزل زي ما هو، الجسم نازل مع الجاذبية، يبقى العجلة ايه؟ العجلة موجبة. ركز في جزئية لو نازل مع الجاذبية أو لو عكس الجاذبية، خاف من الجزئية دي لأن هي اللي بتوقع الناس. الجي بكام؟
الجي قلنا ب10 موجبه في التي تربيع. احنا عايزين التي تربيع بقى يا اولاد. يلا بينا نقسم البعيد على القريب، يبقى 200 على القريب اللي هو نص ال10 5. نجيب التي تربيع تطلع ب40. التي تربيع ب40، يبقى التي بس جذر ال40 36 من 100. جبت الزمن؟ يا استاذ جبنا الزمن والحمد لله. تعالى بعد ما جبنا الزمن نجيب الفي اي اللي هي في اي اكس، ودي بنجيبها ار على تي، والار يا اولاد قلنا بكام؟ ب1000 على التي. واحد يقول لي اضرب التي في 2 عشان اجيب تحليق، لا ما تضربش في 2 لان هي المساله عباره عن هبوط بس، فانت مش محتاج تجيب صعود وهبوط لان هي هبوط بس، وزمن الهبوط انت حسبته معاك اللي هو 6 و2 وايه و30. يبقى انت كده جبت الفي اي اللي هي في اي اكس اللي هو المطلوب بتاعك اللي هو هيطلع ب 158 و1 من 10 متر على ايه يا اولاد؟ على الثانيه. وشكرا لحضراتكم، شكرا لحضراتكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون قد افدناكم. وتابعونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، الصفحه الرسميه الاستاذ احمد سليمان، وقناتنا على اليوتيوب مستر احمد سليمان بالعربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.